يمكن دي خطوة طبعا هائلة وخطوة بإذن الله تكون موفقة. احنا سياستنا طبعا في مجلس الإدارة دايما بنحاول زي ما كابتن الخطيب قال، موضوع التطوير ده مهم جدا بالنسبة لنا في كافة المجالات، واكيد المجال الإعلامي وواجهته قناة النادي الأهلي او مجلة النادي الأهلي او كل ما يمثل النادي الأهلي إعلاميا بيبقى في أولوياتنا، ويمكن ده كانت خطة التطوير او الاستراتيجية بتاعتنا كمجلس من الأول. وجت طبعا شركة لايف يعني مشكورة، عملت جهد كبير جدا في تطوير القناة، وطبعا يعني بنشكرهم وبنتمنى التوفيق باذن الله للمجلس الاداره ولشركه لايف وقبل كل ده لجماهير النادي الاهلي ان شاء الله. نتمنى نشوفه. احنا يعني زي ما قلت لك عهدنا ان قناه النادي الاهلي، يمكن ده مش افتتاحها مش النهارده، احنا افتتاحها كان في 2008. احنا بنيجي النهارده ده تطوير واعاده افتتاح لتطوير القناه في الفترة اللي فاتت دي، تجهيزات الحمد لله على أعلى مستوى معمولة وكلنا شفناها يعني. لكن طموحاتنا طبعا هي دايما طموحات جماهير النادي الأهلي، يعني طموحات، يعني أنا هتكلم كواحد من الجمهور قبل ما أكون مسؤول، إن احنا دايما بنحب نشوف النادي الأهلي بيقدم أفضل شيء وأحسن محتوى وأفضل جودة ممكنة، وده اللي احنا بنعهده في القناة. وزي ما قلنا إن احنا بنرد وبنرد بقوة على أي حد بيسيء النادي الأهلي، ده سيف ودرع النادي الأهلي وجهته الإعلامية اللي هي القناة، ولكن بأصول النادي وبثوابت النادي وبالبرستيج بتاع النادي الاهلي. متفائل خير، شفنا التجهيزات عامله ازاي، شفنا الكرول ما شاء الله ناس يعني عاليه جدا، كوادر مميزه، حتى الناس الصغيرين او الشباب اللي في القناه برضو كوادر مبشره جدا بالتفاؤل. وبالتالي احنا ان شاء الله يعني متفائلين ان احنا نشوف حاجه محترمه على قناتنا باذن الله.